ماشي دويرة دبر، راني عاد خرج من الدار. ها هي يهدي لي الفوق، ها المعزة كتطلل علينا هنايا. مبغاش تخرج، تا هي عارفة بلي كاين البرد، الدجاجة فيهم البرد، كي مجمعين المساكن شي كيسخن شي. اكشي ماكشي من الطاجين، اجي من الطاجين. تيبنيو بهاد الحجر، الحجر راه فيه واحد منفعة، راه مكيدخلش ديك البرودة بزاف، حتى بالنسبة للصيف كي كتكون الدار من الداخل شوية باردة. تبارك الله، صحيح ماشي فحال ديال الطوبية ولا لياجور، كيكون داكشي ناقص. إذا تبارك الله فيه تا واحد ديكور زوين، داكشي أوثانتيك مغربي زعما. التنصرية، الراحة النفسية، أخر المياه إلي. ما تحتاجش تمشي لطبيب نفسي ولا شي حاجة، خرج للطبيعة وضرب لك شي دويرة مع راسك، كل ما كنا بلدية فهمتيني، أو عيش الحياة. والله ما تحتاج لا تاكل لا دواء لا والو، فيما يضرك خاطرك خرج للطبيعة مع راسك وتبرع ليا. يا سلام، اللهم بارك. يعني منطقة ديال التجديد والله الا منطقة سياحية بامتياز، كاين الجبال كاين لي غورج، ايش قريب من كاين كلشي. هما هادو لي غورج مورايا، لي غورج ديال التجديد، تبارك الله فيهم واحد المنظر رائع. حتى شي مرة ندير لكم شي فيديو خاص عليهم نيت، حيت كتبقى طالع مع الواد تماك، تقدر تطلع سير ديال التجديد، كيكون فيها تاي الثلج تبارك الله بزاف. دابا نحاولوا نكملوا الطريق للفوق، في كاين ديك شويه ديال الثلج، بزاف ديال الثلج ماشي شويه الثلج، تبارك الله كيما كتشوفوا راه الثلج راه كيطيح دابا. هاد اللقطه هادي عمرني نشوفها فات هادي، ماشي باش مزيانه جيت عايش في الجبال وتشوف عاوتاني الطبيعه تبارك الله كي دايره، شي حوايج ما تلقاهمش في المدينه، عاوتاني في المدينه شي حوايج ما كتلقاهمش عاوتاني في الجبال. يعني الواحد خصو يكون كيعيش هنا وهنا، يشوف فهمتيني الطبيعة تبارك الله كي دايرة، حيت أصلا ملي كتكون هنا في الطبيعة راه كتجعلك تفكر في الخلق ديال الله وكلشي، وكتحس بواحد الراحة النفسية اللي ما نقدرش نوصفها لكم. الحمد لله ارتاحيت، أنا ارتاحيت شخصيا، ارتاحيت بزاف، كتكتشف واحد الثقافة جديدة وكتعيش واحد العيش عاوتاني اللي زوين 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 بزاف. هي بلا حسيت رجلي بردو أو اللي قات شوية البرد، ولكن باش نجي نصور لكم هنايا نفرجكم شويه على تيش ديرت. تبارك الله منطقه رائعه. دابا نكمل الدوره فينا ورجع في حالي. الضوء في كاين، ارجع نتغدى خويا راه البرد. يلا هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم ونشوفكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله المره الجايه نطلع الصوب. يلا.